إلى الملف الاقتصادي. تجاوزت خسائر قطاع الاتصالات في صعدة 1.6 من 10 مليار ريال بفعل العدوان السعودي الأمريكي بحسب تقرير عن فرعها في المحافظة. وقال فرع المؤسسة في تقرير أن العدوان دمر 21 سنترالات و7 محطات اتصالات ريفية و19 محطة تتبع يمن موبايل و24 مبنى بملحقاتها مع أضرار جزئية في مرافق أخرى. وأكد التقرير قصف العدوان بعض المحطات أكثر من مرة عقب إصلاحها من المؤسسة في محاولة منه عزل محافظة صعدة عن الجمهورية. أكد المجلس الدولي الكندي أن الشعب اليمني بات بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة الملايين من المواطنين الذين يواجهون حصارا ظالم منذ أكثر من عام. وأبدى المجلس استقرابه لصمت المجتمع الدولي على ما تعرضت له الأسواق المكتظة بالباعة والمستهلكين من قصف وحشي، ووصف الدمار الهائل الذي تعرضت له المصانع والمزارع والجسور وقطاع الخدمات والأحياء السكنية. وطالب المجلس الكندي المجتمع الدولي بممارسة الضغط على كل أطراف الصراع في اليمن للتوصل إلى سلام دائم يوقف معاناة الشعب اليمني. ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل تعطل الإنتاج في نيجيريا، وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 48 دولارا و79 سنتا للدولار، بارتفاع 96 سنتا. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 96 سنتا إلى 47 دولارا و14 سنت للبرميل، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ أكتوبر. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع أسواق الأسهم وانخفاض الدولار أمام اليورو، وعاود الذهب الارتفاع فوق 1280 دولار للأوقية بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف مارس الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1281 دولارا و11 سنتا للأوقية، في حين ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بواقع 10 دولار و20 سنتا إلى 1282 دولارا و90 سنتا.